مساء الخير، لقائنا يجدد وياكم مشاهدينا عزيرة. أكيد يومياً جوائزنا مستمرة، 3 جوائز بانتظاركم، أخذوها بالعافية عليكم، ما عليكم إلا تتصلون حتى توصلون ويانا قرعتنا اليومية. القرعة 3 أسماء راح تكون فائزة بيها، ما عليك إلا تتصل توصل على الجو مباشر، حتى إذا ما حالفك الحظ وحكيت ويانا أنت راح تدخل بالسحبة واسمك راح يدخل بالدورق اللي عندنا، وان شاء الله ان شاء الله تكونون احد الفائزين ويانا. مساء الخير تيسير. مساء الخير والله. السلام عليكم جمهورنا الحبيب، وصيام مقبول ان شاء الله، وشهر خير ومحبه عليكم. اليوم ويانا الشركه المتحده لتجاره السيارات مقدمت لكم الرينو توب. يقول لك باتصال واحد تحصل الرينو، واذا ما حصلت الرينو راح تحصل ويانا ثلاجه مقدمه من شركة العمارة جيبسون، وإذا ما حصلت الثلاجة راح تحصل الطباخ، نعم. وإذا ما حصلت الطباخ راح تخلص ها؟ شنو تحصل؟ أي. مثلا؟ إي إي، وإذا ما راح تحصل الغسالة حتحصل الطباخ. جمهورنا الكريم ننتظر اتصالاتكم وتؤمرون أمر، قناة الرشيد لكم، بكم خير وتدللوا. حكيت عليك تيسير، أنا وفراس. لابس 85 يا مواليد. أني؟ إي 81. حلو. يا مواليد تيسير. 81. شو أريد أضحك بالجو؟ 81. مشاهدينا عندنا 3 جوائز، عندنا جائزتنا اليومية أيضا هي تذكرة السفر إلى أربيل مقدمة من مجموعة شركات نجمة الساحل وسما الساحل للسفر والسياحة، وأيضا جائزتنا الثانية هي عبارة عن جهاز قيم، جهاز يا أما طباخ يا أما ثلاجة. اليوم ثلاجة الريسبلت، احنا اليوم ثلاجة جمهورنا الحبيب، يعني الريسبلت ليميتها حار وانا حارة اليوم. مقدمة من شركة العمارة للأجهزة الإلكترونية الوكيل حصر جيبسون بالعراق. أيضا جائزتنا الثالثة مقدمة من مجمع عجيب للألبسة الرجالية والنسائية. خلونا نبلش ونقول يا الله وناخذ اتصالاتكم الحلوة. أيضا حتى ما أنسى جائزتنا الرابعة اللي هي نهاية شهر رمضان المبارك راح يتم السحب عليها، وانت مخلي عينك على السيارة. راح يتم السحب على سيارة رينو فلوانس مقدمة من الشركة المتحدة لتجارة السيارات الوكيل الحصري الشركة رينو بالعراق. اخذوها بالعافية عليكم، ما عليكم الا تتصلون 24 ساعة، الاتصالات مفتوحة، اتصلوا كتبوا مسجاتكم واتصالاتكم واحنا موجودين. اللي يحب يدز مسج يكتب فقط رينو، فقط رينو، والمسج مالته ينحسب كل ما تدزون مسجات هواية وتخابرون هواية راح تزيد فرص الربح عندكم. يلا ألو. ألو داود. السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك داود؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله تمام. داود أهل الديوانية شلونهم؟ من النجف. 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 أهل النجف شلونهم؟ تحياتي إلى كل أهالينا بالنجف. يلا، أين يوجد قصر تاج محل؟ أوه. ها؟ ها داود؟ أين يوجد قصر تاج محل؟ ها؟ تاج محل؟ تاج محل؟ تاج محل، تاج محل. شو احكي له هندسه؟ اقول لك زندقيه. زندقيه داود. زندقيه بندقيه داود. هي ها داود بالهند. دخلت ويانا قرعتنا، انا جاوبت بدالك. دخلت ويانا قرعتنا، شكرا لك ولاتصالك، نورتنا. مشاهدينا كثروا اتصالاتكم، مسجاتكم، الارقام موجوده اسفل الشاشه، كل ما تتصلون اكثر كل ما تزيد فرص الربح اكثر واكثر. عندنا 4 جوائز، جائزه واحده منهم شهريه اللي هي السياره، و3 جوائز يوميه مقدمه. اول جائزه من شركه العماره للاجهزه الالكترونيه الوكيل حصر جيبسون بالعراق، والجائزه الثانيه مقدمه من شركات نجمة الساحل وسما الساحل للسفر والسياحة، هي عبارة عن تيكت تقدر تسافر بالأربيل. والجائزة الثالثة مقدمة من مجمع عجيب للألبسة. يلا جمهورنا الحبيب ركزوا ويانا شوية، كل اللي فازوا ويانا بالأيام اللي فاتت، نعم. يوم الخميس يروحون المقر قناة الرشيد اللي كان بالمسبح
بجوار مطعم عيون بغداد. نعم. المسبح بجوار مطعم عيون بغداد. وراح نذيع الأسماء. محمد ذنون حسين من البصرة. تراجعنا يوم الخميس يا حبيبي. راكان سديد خميس. ربح ويانا أيضا. عصام من الموصل. عصام عبد الأمير غانم من بغداد. أياد صمد منسي من ديالة. مضر نزار أحمد من بغداد. أحمد عدنان عبد الله من بغداد. عمر مثنى جبار من بغداد. عفاف غني حمودي من بغداد. حسين علي ثامر من بغداد. نعم. عبد الكريم عزي أيضا من ديالة. مثنى جبار نجم من بغداد. حيدر حسين عليوي من بغداد. محمد جبار منصور من بابل. صباح إسماعيل علي من بغداد. الناجحين حيدر علوان جابر ديقار. عباس جسام محمد من واسط. صباح حسين عبود من البصرة. نعم. اياد عبود نجم من بغداد. عبد الحسين جهاد من كربلاء. حسام محمد جبر من بغداد. حامد صالح دوحان من البصرة. تجون يوم الخميس المقر قناة الرشيد الكائن بالمسبح جوار مطعم عيون بغداد. تجون تستلمون جوائزكم. توب. يا ريت الكل يكون موجود يوم الخميس حتى يستلم الجوائز اللي ربحوا بها. شهودة تحياتي تحياتي شاعرتنا الجميلة اللي موجودة بالكنترول حاليا شهد الشماري. حبيبتي نورتيني. كنت برنامج أشوفك. نورتيني يا شهد. مشاهدينا اتصلوا أكثر، كتبوا مسجاتكم اتصالاتكم، الأرقام مخصصة لكم. وأيضا 24 ساعة الأرقام. زين ليش يتعلم؟ والله ما يهمك. زين ليش 85؟ يلا فاطمة. هلا فاطمة. الو. يلا الو. الو مساء الخير. نعم. شلونك قلبي؟ شو اخبارك؟ الو السلام عليكم. حبيبتي نورتينا فاطمة، انت على الجو مباشر على الزيرو. الحمد لله. عفوا. رمضان كريم. حبيبتي الله اكرم على الجميع يا ربي. فاطمة يلا ركزوا وياي. نعم. في اي شارع في بغداد في أي شارع في بغداد يوجد تمثال شهريار وشهرزاد؟ فاطمة. عفوا. فاطمة فاطمة بصف الشط، شارع طويل بصف الشط، شو اسمه؟ يلا. شارع إيه؟ شارع ابوه ابو نعم. عدي عليك اجابتي الصحيحه. عشتيش فاطمه. هذا اسم فاطمه دخلت ويانا قرعتنا. فاطمه خلي شيء بالتلفزيون ان شاء الله تكونين احد الفائزين ويانا. مثل ما تعرفون انه عندنا تذكره السفر الاربيه تقدرون تستلموها ثاني يوم مباشره اذا فزتوا بها اليوم. بالعافيه عليكم، روحوا شوي غيروا جو. ايش رايك لو اقدر اسافر عنها هسه؟ يلا جمهورنا الحبيب. الجو حار اليوم. أي اليوم كلش حار. جمهورنا الحبيب نستقبل اتصالاتكم. اوكي يلا تيسير سوري حنرجع وتكمل كلامك. خلونا نروح فاصل قصير على الزيرو مستمر وياكم. مرحبا يا غانم. الو. هلا بحبيبي غانم، شلونك؟ شلون صحتك حبيبي؟ ان شاء الله زين، شو اخبارك؟ رمضان كريم عليكم ان شاء الله. اجمعين صيام مقبول، شلونك فطرت؟ الحمد لله. الف عافيه، شربت شاي؟ الله يسعدك.
نعمه وجقاره. هلا اهم شيء الجقاره اخويا كبس دلي. حبيبي حبيبي غانم. ودخلت ويانا القلعه كمان بين عليك عينك تحرق. انا بالخير انا احسد يا خير انقطع الاتصال. انا احسد. مشاهدينا كثف اتصالاتكم غانم مين كربلاء وان شاء الله راح تكونون احد الفائزين ويانا. ارقامنا مخصصه لكم. طبعا احب اوجه تحيه دا افتح سناب شات مالتي ودا اشوف الصور الحلوه اللي دا تاخذوها لنا انا وزميلي تيسير. شكرا لكم، شكرا على المتابعه الحلوه. سواء ليش يعني مش مغلطين؟ ليش؟ لو خارج العراق ها؟ ليش مش مغلطين؟ ها؟ ما دا اسمع. يلا علي اقول لك غانم مين؟ يلا علي مساء الخير. دخل قرار. لا علي علي مساء الخير. علي انقطع الاتصال. مشاهدينا كثف اتصالاتكم، مسجاتكم وارقامنا مخصصه اسفل الشاشه. مفتوح الارقام 24 ساعه، تقدرون تتصلون بينا وتوصلون ويانا. طبعا احب اوجه تحيه لكل قواتنا الامنيه البطله اللي موجوده على جبهات القتال. خاف اكو احد ما يتذكركم، انا اتذكركم يوميا وانتم ابطال ورفعت راسنا. يلا الو صوتي قطع يمي ترى. الو يا ريت تجون تسووا لي جمهورنا الحبيب. ننتظر اتصالاتكم. ورينا تنتظرك، والثلاجة تنتظرك، اي والغسالة تنتظرك، اي والطباخ ينتظرك، اي جمهورنا الحبيب. الو نستقبل اتصالات. يلا خلينا نسمع شين غير الموت. اليوم مرحبا يا منى. الو الو ماكو اتصال. الو دائما في شارع السعدون مقابل فندق فلسطين. مرحبا يا منى. الو مرحبا منى، شلون الصيام مقبول ان شاء الله؟ الو رمضان كريم. اجمعين يا منى شلونك؟ الحمد لله ان شاء الله زين. الصيام مقبول للجميع يا رب. الله يخليك ويسلمك. ها تركزي راح اسالك منى. اوكي اسال. ها شديدك. ايش قد المسافه الموجوده أنا بالقرعة 23 سنتيمتر يفرق بين السكك الحديد. شكرا يا منى، شكرا لاتصالك. مرحبا يا لواء. عليكم السلام. مرحبا لواء شلونك؟ لواء ضياء صالح. مرحبا يا ضياء شلونك؟ شلونك زين؟ الله يحفظك. حي الله للعمارة والله والنعم. سلام الله يسلمك. براء تقول لك شالوا للعماره. تحياتي لك اكيد كل اهالينا بالعماره. خليك
يلا نسأل اسألي انت سجية ثاني. ضياء شنت على الترابي؟ نعم راح اسألك سؤال ركز وياي ان شاء الله يا اخوياك. عاشت ايدك. كم مرة تنجب القطة في السنة؟ ألو كم مرة تنجب القطة بالسنة؟ باوع شكله جوا الورقة ما اشوفه. ها؟ ها ضياء ثلاثة. عاشت ايدك ضياء ودخلت ويانا بالقرعة. عاشت ايدك يا باشا ضياء دخلت ويانا قرعتنا. شكرا لك ولاتصالك. تحياتي لكل اهالينا بالعمارة نورتونا. مشاهدينا كثف اتصالاتكم مسجاتكم الارقام مخصصة اسفل الشاشة تقدرون انه تتصلون بينا اكثر واكثر. مجرد اتصالك واخذنا اسمك الثلاثي تدخل ويانا القرعه. يلا اتصالات 24 ساعه. خلينا غير المود اكيد. يلا. خلينا غير المود شويه نسمع شيء. يلا عذراء عذراء قطع الاتصال بس عذراء دخلت ويانا قرعتنا. شكرا لك والاتصال. خلونا نسمع شيء. ما طعن الوقت. مشاهدينا بعدنا مستمرين وياكم اكيد على الزيرو يعني جوائز قيمه هوايه يعني سياره رينو فلونس خذوها بالعافيه عليكم. ما عليكم الا تتصلون بينا وتكتبون مسجاتكم واتصالاتكم حتى توصلون ويانا للرينو. رينو فلونس هي الكم والجوائز اليوميه ايضا الكم. ماكو الكم هذا كلهم الكم. خلونا نروح فاصل قصير متواصل وياكم على الزيرو مستمر. من الصعب أن تصدق بوجود كل هذه الميزات في سيارة واحدة. رينو سيمبل الجديدة مستوى أعلى من الميزات.
حياكم مشاهدينا عزي روم استمر عشان هيا فراشة 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 اي ما فهمت فراشة اليوم اقل شي شربوين يلا وين القائمة مالتك من يوم جاهمنا اما الليمون دايت بحا والله قلت لي عصير ليمون دايت بيسرحوا لي شو الليمون؟ لا لمونادة لمونادة اللي هو جوز شو؟ لمونادة خب قول نمبصرة نمبصرة شنو لمونادة؟ لمونادة اوف بعد ما اعرف ليش يعني انت تحسسني انه انت بغير كوكب ما ظل لي دنجل في البرشة شنو؟ ما اعرف يعني ما تعرف شنو لمونادة؟ انا رايح اقلب الميز والله رايح اقلب الميز يلا مشاهدينا اتصلوا اكثر كتبوا مسجاتكم او اتصالاتكم ارقامنا مخصصه 24 ساعه مفتوحه مخصصه لكم حتى تصلوا ويانا على الجو مباشر مثل ما تعرفون انه عندنا 3 جوائز يوميه وعندنا جائزتنا الكبرى هي عباره عن سياره رينو فلوانس اخذوها بالعافيه عليكم ما عليكم الا تقولون الو يلا الو هلا ابو كرار حيدر انقطع ويا الاتصال لكن دخلت ويانا قرعتنا حيدر اسماعيل كربلاء يلا اي حبيبي اوكي ماشي يلا مشاهدينا يلا عدي اتصال يلا عباس الو حي الله الواسط الو حي الله الواسط وهم حي الله الواسط عباس الله يساعدك عباس عباس تسمعني عيوني شلونك باشي عيوني يلا لا تسمع شو اخبارك حي الله الواسط نورتونا يا عباس يلا مستعد للاسف انقطع الاتصال لكن دخلت ويانا قرعتنا دخلت ويانا قرعتنا يا عباس شكرا لك ولاتصالك تحياتي لكل محافظاتنا العراقية فردا فردا بس دقيقة دا اطبقها ها خلاص يلا مشاهدينا كثف اتصالاتكم مسجاتكم حتى توصلون ويانا جوائزنا اليومية هيش انت ربحان انت تتصل بينا وتدخل ويانا قرعتنا حتى اذا فزت ويانا احتمال راح تفوز قرعتنا اليومية وان شاء الله تفوز قرعة السيارة يلا الو الو هلا يعقوب هاي يعقوب يعقوب الو نعم يا اخي شلونك يعقوب؟ خير الحمد لله شلونكم؟ اهل دياله شلونهم؟ خير الحمد لله شلونهم؟ تمام اهل دياله تحياتي لك ولكل اهل بدياله اشكرك والله جد يلا يعقوب ركز وياي راح اعطيك سؤال سهل كلش يلا يعقوب دخل القرعة دخلت ويانا قرعتنا طبعا انا قد ما تنفست يعني صراحة اريد اورنج جوس ولا منادى اوكي اي اي والله اريد دست من البارحة يلا مشاهدينا كتبوا اتصالاتكم مسجاتكم ارقامنا مفتوحه 24 ساعه مخصصه لكم سامعوني ميوزك زياد يلا زياد حسن ديالي هلا ابو طارق هلا زياد السلام عليكم وعليكم السلام ابو باشا زياد حسن ياكم ديال نورتنا يا صبر. زياد تحياتي لكل كل اهالينا بدياله يلا سؤالي سهل كلش ما اسم السوق الذي تباع فيه الطيور والحيوانات ببغداد لا ما اتفقناش على كده ما اتفقناش على كده اسال علي يلا مشاهدينا كفوا اتصالاتكم مسجاتكم ارقامنا مخصصه لكم حتى تتصلون بينا براء دخل 24 ساعه زياد الارقام مفتوحه للاتصال يلا ايمن
ايمن شلونك؟ من وين ايمن؟ اجمعين حبيبي مدى اسمع عم بيقطش ليه بقول لك رمضان كريم؟ ما عم تسمع منيح خلص انا ترجم لك؟ اوكي ليه بقول لك رمضان كريم؟ اوكي الله اكرم حبيبي ايمن من واسط ايمن شو ما عم تسمعني؟ هلا واضح؟ اتس اوكي يلا خلينا نبلش سؤال خلينا نبلش سؤالنا ما اسم السوق الذي تباع فيه الطيور والحيوانات في بغداد؟ سوق معروف ببغداد عفية عليك اجابتك صحيحة عايش لك ايمن ايمن دخلت ويانا قرعتنا ظل تابع البرنامج احتمال بعد شوية تكون انت الفائز احتمال غيرك راح يفوز انا ما اعرف يلا ثلاث جوائز يومية ثلاث جوائز يومية مخصصة لكم ومقدمة أول جائزة من شركة العمارة الوكيل الحصري جيبسون بالعراق الجائزة الثانية هي عبارة عن تذكرة السفر مقدمة من مجموعة شركات نجمة الساحل وسما الساحل للسفر والسياحة الجائزة الثالثة هي عبارة عن ألبسة مقدمة من مجمع عجيب والجائزة الكبرى هي عبارة عن سيارة رينو فلوانس مقدمة قلتها مقدمة من الشركة المتحدة لتجارة السيارات وكيل الحصري رينو بالعراق لا ما كان قصدي والله ما كان قصدي الو يلا حنين حنين يلا حنين هلا بحنين السلام عليكم وعليكم السلام رمضان كريم كل عام وانتم بخير اجمعين يا حنين الله يحفظك حبيبتي الله يخليك شلونك حنين شو اخبارك حنين لا 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 يلا ليش شي دي لزق حنين عبد الزهرة هاي النجف نجف نعم اكو واحد يكتب هيك نجف النجف نجف بس نجف ليش بس نجف اعرف لك اياها بالليل اكيد لازم تتعرف يلا تبدا حطي لها يلا دخلت ويانا قرعتنا يلا مشاهدينا كثفوا اتصالاتكم مسجاتكم اريد شويه ايقاع اسرع اتصالات اسرع اريد الدورق ينملي بالاسماء هلا ابو جاسم يلا محمد. هلا محمد السلام عليكم وعليكم السلام تسلم الله يخليك شلونكم يا حلوين حي الله البابل الله محييكم شلونكم منورين اليوم تسلم الله يخليك بوجودك بوجودك يا نور عيونك هذا يلا محمد انا يعني ما عندي خلاص الله بيها سؤال سهل يلا سؤال كله سهل حمزك يا بس ويت انتظروني اين يوجد قصر الاخيضر اين يوجد قصر الاخيضر يلا يا ها بركة الله تساعدوني جنوب بغداد كربلاء دخلت ويانا قرعتنا محمد دخلت ويانا بالقرعة تأمرنا أمر تدلل علينا محمد دخلت ويانا للقرعة شكرا لك ولاتصالك إن شاء الله تكون أحد الفائزين ويانا إن شاء الله يلا تفضل يلا أخذينا يلا قاسم وياك قاسم شلونك أنا أستاذ تنريد شخبارك الحمد لله بخير قاسم من وين تتصل بينا؟ من بغداد أعرف من بغداد منين من بغداد؟ بغداد جديدة تحياتي لك ولكل أهالينا ببغداد جديدة نورتونا نعم منك أشكرك رحم الله عليك يلا قاسم ما عدد لاعبي كرة الماء؟ ما عدد لاعبي كرة الماء؟ أي نفس المنتخب وداعي 10 زائد واحد بس طلع الاحتياط داعي عافية عليك إجابتك صحيحة شكراً لك ولاتصالك مشاهدينا اتصلوا أكثر كتبوا مسجاتكم اتصالاتكم حتى توصلوا ويانا قرعتنا أنا أريد أخذ هواية اتصالات ودا أسوي الإيقاع سريع وبدأ أخذ وانطل الحكي لأنه أريد الكل يدخل للقرعة أريد الكل يدخل ويانا قرعتنا ليش؟ لأنه هاي الأسماء اللي دخلت ويانا قرعة راح تدخل ويانا على قرعة السيارة ما عليك إلا تتصل شارك ويانا مشاركتك مهمة جداً حتى تفوز بالريلا ريلا شنو؟ دورك محتاج دورك؟ اي لزقه لزقه اي حتى تفوزون ويانا برينا فلوانس وتفوزون ويانا بالجوائز اليوميه يعني حقي دا احكي هوايه شو وقع هنا؟ مصري يلا مشاهدينا نروح فاصل قصير راجعين بعد الفاصل على زيرو مستمر
استمتع ببرودة الشتاء في فصل الصيف مع أجهزة تكييف جيبسون الأمريكية. تبريد جيبسون يتميز بقوة دفع ممتازة، وذلك بسبب احتوائه على ضغط ذو قوة عالية. تمتع بهواء نقي جدا مع جيبسون، وذلك بسبب احتوائه على 3 منقيات تزيل 99% من التربة والفيروسات والشوائب. مع جيبسون تمتع بدرجة الحرارة التي تناسب رغبتك. جيبسون يتميز عن العلامات التجارية الأخرى بمتانته وجودته. جيبسون يتوفر بجميع الأحجام والأشكال المناسبين لجميع الاحتياجات. جيبسون، عنوان الثقة. جمهورنا الحبيب نتواصل وياكم. الو، عبد الله حسين من كركوك. هلا يا عبد الله. عبد الله اسمعني. عبد الله يلا، عبد الله دخل ويانا بالقرعه. انقطع، عم بيقطش، ما بعرف ليه. عن جد عم بحكي، رد علي. شو عندك؟ العافيه ان شاء الله. عبد الله من كركوك. لا عن جد عم بحكي يا عمي، انه انا لما بكون احكي مع تيسير ما عم يرد علي، شو بده يعمل؟ مو ما حلقي جولف من عشتيش حلقي يشبر يمنى اجيال عبالك باب الحارة. يعني شو جاوبك؟ يلا قول لي شو جاوبك. انا قوي بالتركي، خبر احشاي تركي. عن جد؟ احشاي تركي. احشاي تركي؟ يا شو بنا؟ شو بنا؟ مو مدبلج انا معرم التفت مرة. مشاهدينا كثف اتصالاتكم، مسجاتكم، الارقام موجوده اسفل الشاشه حتى توصلون ويانا. قرعتين موجودات، قرعه نهايه شهر رمضان المبارك راح يتم السحب عنها، وقرعتنا اليوميه ايضا من راح تشارك ويانا، تتصل بينا يوميا وتشارك، تدخل ويانا قرعتنا، راح تدخل هاي الاسماء ويا السياره. لا لا تخافون، راح تصل هاي الاسماء ويا السياره، فيا ريت انه تتصلون تكتفون مسجاتكم واتصالاتكم، فرص يلا الربح عندكم. ليش؟ لان عندنا جوائز يوميه تقدرون تاخذوها، وعندنا الجائزه الكبرى هي عباره عن سياره رينو فلوانس مقدمه من الشركه المتحده لتجاره السيارات. تقدرون تروحون تشوفون السيارات البقيه موجوده بالسعدون مقابل فندق فلسطين. يلا مرحبا يا هناء. ايوه يا مرحبا هناء، شلونك؟ عيني صيام مقبول. اشكرك، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير ان شاء الله. هناء. الله يحفظك. الله يسلمك. شلونك زينة هناء؟ الحمد لله. راح اسألك السؤال، ركزي وياي ان شاء الله. ما اسم انثى الحصان؟ مورا. ها؟ المورة. لا بعد. فرس 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 فرس. لا تغني ليش براء. دخلتي أنا قرعتنا. دخلتي بالقرعة. شكرا لك والاتصال. ليش بس أرد أقول أرد أسألكم سؤال اللي بالكنترول وقال لي حصانة، شبيك حبيبي؟ شبيك؟ شفاطر اليوم. مشاهدينا اتصلوا بنا أكثر، كثفوا مسجاتكم واتصالاتكم، أرقامنا مخصصة وموجودة أسفل الشاشة،
لكم طبعا حارة، الله يساعدنا ويساعد الناس اللي واقفة بالحر، احتمال أني أوقف ساعة واحدة وغيري الله يساعدهم، احتمال عايشين بالحر لا مبردة ولا هذا الهواء، هواء الله معكم اليوم ما أعرف شكم، فالله يساعد ناسنا، الله يساعد النازحين اللي موجودين، يساعد قواتنا الأمنية اللي بالنهار ما أعرف شنو الحر بالليل أحتر وهي ساعة واحدة أوقف بيها، الله يساعدهم ويكون بعونهم. يلا مشاهدينا كتف اتصالاتكم مسجاتكم أرقامنا مخصصة وموجودة أسفل الشاشة، تقدرون تتصلون بينا حتى توصلون ويانا للقرعتين، القرعة الأولى اللي هي بها 3 جوائز يومية والقرعة الشهرية نهاية شهر رمضان باكر عقد راح يتم السحب عن تحت أطشت جمهورنا الحبيب بتواصلين وياكم، واليوم جائزتنا نمولادا لا ستروبري ها؟ ستروبري هاي كبسولة حبوبة نوبة قلت لنا احنا الليمونادا 100 اسم يلا حفظناها ستروبري ستروبري يعني هذا شو البنت؟ ستروبري ستروبري فيرس لا فيرس ستروبري فيرس فيرس فريز فريز ليش يطلع شنو هاي ستروبري؟ ها؟ آه لا طب قولي خاطر لا 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 شنو؟ مو خاطر سوري سوري ستروبري هي الفراولة النوبالي ذا أقول حفشي روحوش تجوا حارث عمي بع برايش ليش سوي يا حارث تلاحق لنا حارث زين أوكي عصير بنانة ها عصير بنانة آه حارث خلينا نحارث لا لا حارث ما أحبه حارث إيش without حارث شنو حارث محمد من كربل عارف محمد عفوا أعطينا شوي يلا عارف؟ عارف عارف محمد علي هلا يا عارف عارف اللي يكون سلمك كربلاء الله يسلمك في من كربلاء حياك الله عارف شلون اخويا زين دخلت ويانا قرعتنا وشكرا لك ولاتصالك اي والله هذا صوت مو صوت البنانة صوت الستروبري خاطر لا 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 باينابل اذا اكو يعني ها باينابل بخرجنا اشوف النشارة ما شو تريد لا لا انا ناس يعني خب قول انا ناس شو اسمه بالانجليزي ناس مو تعرف شنو ايه؟ يعني بصراحه كاريت يا هاي الحروره الحروره الحر الحر طبعا انا اعاند بتيسير الحر كل شيء ولا واحد يحكي يمه انجليزي كل شيء ولا واحد يحكي يمه انجليزي كل شيء ولا واحد يقول يعني مثلا ستروبري عادي يعني انا زين خب قولي روبا روح الله يقلبها بينا قولي روبا والله العظيم روبا يا ناس مو روبا الله اكبر عليك مو روبا لا هو يقول لي روبا لا لا ستروبري يا زلمه تقول لي شنو ستروبري فراوله فراوله ستروبري اي صدق اي والله المخرج يقول يقولها 3 مرات عسل ستروبري 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 صحيح؟ يلا مشاهدينا خلينا نروح فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل على الزيرة احنا وياكم واجد شو عفوا ما فهمت واجد 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 إيه يلا واجد مساء الخير
اهلا وسهلا. هلا مرحبا. شخبارك واجد؟ الله يخليك الله يرعيك. شلونكم واجد؟ انا اليوم ما حابه اسالك صراحه اي سؤال، ارد ادخلك للقرعه. اشكرك. شكرا. دخلت ويانا قرعتنا يا واجد. بس عفوا انطيني خلي بس اكتب الاسم. هو هيجي مشخبط ليش هيجي تيسير؟ هاي عود انت الكبير. واجد محمد. محمد هاي واجد. هاي شبرك زي كركوك. لا هاي واجد. هاي والله هاي واجد شبرك زي هاي سي. لا لا ما نكتب هيجي شوي مسماري. مشاهدينا كافة اتصالاتكم مسجاتكم سحبتنا مستمرة. عندنا سحبتين، السحبة اليومية والسحبة الشهرية اللي راح يتم السحب على سيارة رينو فلوانس مقدمة من الشركة المتحدة لتجارة السيارات. بالعافية عليكم، ما عليكم إلا تتصلون بينا أكثر وأكثر. يلا رحيم، هلا برحيم، هلا برحيم. قطع الاتصال ويا رحيم، لكن رحيم جبر من بغداد دخلت ويانا قرعتنا. عفوا بس شيلي أيه. شكرا لك ولاتصالك يا رحيم. يلا دخلي انا بالقرعه. يلا هسه شنو ما راح تجيبوا لي مي عصير؟ جمهورنا الحبيب ثلاجه تنتظرك اليوم. مي عصير اي عشان هسه مي يابا مي عطشانتي. اي اي عصير. شو اسمه العصير؟ جيبوا لنا باينابل. باينابل مكياج. مكياج. يلا ياسر. هلا ياسر. حي الله أهل النجف. ياسر ايش؟ ياسر يوني. ياسر صدر. حي الله أهل النجف. ياسر من يونس النجف. هلا ياسر. ياسر نورتنا واهلا وسهلا بيك. الله يخليك. الله يخليك. يلا ياسر. ياسر يونس حبيبي. ياسر حبيبي شلونك ياسر؟ عندي سؤال صغير. يلا. ما الذي يدور حول الارض حول الاخر، الشمس ام الارض؟ تفضلي. أهلا وسهلا ياسر. ما يسمعني بس حدخلك للقرعة. شكرا لك ولاتصالك. السؤال جاوب عليه. لا بعد الوقت بعده ماني عندي تايم معين. ها يلا. ليش ما انطيتني لعد الوقت؟ أني أزعل؟ من أسمع حبيبتي شهودة قاعدة بالكنترول ودا تتابع البرنامج واليوم صايرة مخرجة شهودة. حبيبتي نورتيني شهودة. أطلع من البرنامج وأشوفك لأن الفواصل كلش قصيرة 10 ثواني. مشاهدينا كثف اتصالاتكم مسجاتكم، أرقامنا مخصصة وموجودة أسفل الشاشة. كل ما تتصلون أكثر كل ما تزيد فرص الربح عندكم. ما راضي عليكم أبد اليوم. وين رايحة انت؟ عشت البحيرة. العفو مو شات. يلا مشاهدينا كثف اتصالاتكم، دخلنا فقرة فري. فقرة فري هي الاتصالات اللي راح تكون موجودة وياي على الجو بدون أسئلة، بس تقول ألو وراح تدخل قرعتنا. ايش بيك تيسر اليوم؟ صحيح. بس تقول ألو راح تدخل قرعتنا. راح أوقع طبعا. بس تقول ألو راح تاخذ. أي والله. إن شاء الله لبالنا تتحول. بس تقول ألو راح تدخل ويانا قرعتنا وراح توصل بدون أسئلة. راح توصل أكيد للجوائز اليومية. دورقنا بكل الأسماء اللي اتصلوا بدون أسئلة راح توصل ويانا القرعة يومية، والقرعة شهرية نهاية شهر رمضان المبارك راح يتم السحب عنها. فد مرة 85 إذا غرب عمره. هاي 85 عام. نيويورك نيويورك. أنت اليوم لابس نيويورك. يلا جمهورنا الحبيب. هاي أغنية مال نيويورك نيويورك كلش أحب أسمعها. صدق؟ أغنية سمعتها؟ أي والله أغنية سمعتها يا حمد. يا حمد أعتقد فرانك سيناترا عادها وغلب. راح تقلبها بينا اليوم. من هو شو اسمه؟ فرانك سيناترا. فرانك سيناترا. فرانك سوناتي. يا ريت يا ريت انه شوي نسمع ميوزك مزيكا فرانك سيناترا او شيء مزيكا. انا كل شيء احب المزيكا. لا لا مو عمده فرانك سيناترا. يعني اكو اغنيه اي لاف يو بيبي تجنن والله. ليش حبيبي؟ اي لاف يو بيبي. يلا سمعونا مزيكا. Thank you.
حامد. يلا يونس. يونس انقطع الاتصال وياك، بس دخلت ويانا قرعتنا، لان مثل ما ذكرت انه الاتصال اللي راح يوصل ويانا يدخل ويانا القرعه. اخر اسم ويانا لهذا اليوم شان يونس، ان شاء الله تكون احد الفائزين ويانا. طبعا احب اوجه تحيه هنايم، احب اوجه تحيه لكل اهالينا بالبصره واقول لهم الله يحفظكم. مشتاقه لكم هوايه، وشكرا على التحيه اللي توصلني عن طريق السناب والانستغرام. ان شاء الله اكون موجوده وياكم بالايام الجايه. لا 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 ليس وياي صار، نشوف من اللي فاز ويانا. علي من كربلاء، علي شاتي من كربلاء، مبروك يا علي، فزت ويانا بثلاجة مقدمة من شركة العمارة الوكيل الحصري جيبسون بالعراق. علي شاتي من كربلاء، هلا بعلاوي مبروك. ثلاجة 14 قدم، ثلاجة 14 قدم. يلا انت تريد اسم ثاني ثالث؟ يلا بسم الله هنا. يلا هذا الاسم صار جاهز وياي. عارف محمد من كربلاء، اليوم اهالي كربلاء انتوا من كربلاء والنعم من كربلاء. اليوم اهالي كربلاء محالفهم الحظ، حالفكم الحظ وفزتوا ويانا. هاي اسمين، الاسم الثاني فاز همتين من كربلاء. يلا يلا نشوف الاسم الثالث. الاسم الثاني فاز ويانا اكيد بتذكر السفر مقدمة من نجبة الساحل وسما الساحل للسفر والسياحة، باكر تيجي تستلمها ضروري. يلا شرط باكر، المكان اكيد مجاور عيون بغداد، كرادة تقاطع المسبح اعتقد، مو بالمسبح، مجاور عيون بغداد. شنو؟ أيمن؟ أيمن من واسط؟ يعني بس شوفوا ليش تيسير ياكل النقاط. أنا قوي بالنقاط، لا حد يندق بيه. أوكي. أيمن مطلب من واسط. أهالي واسط تحياتي لكم أكيد. أيمن من واسط فزت ويانا بقسم الشراء مقدمة من مجمع عجيب للألبسة الرجالية والنسائية، شكرا لكم. لا تذكرة واحدة طيتها. اي 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 طيتها. اي مشاهدينا انتظرونا باكر ساعة 9 والرشيد تجمعنا سوية وعزيرو موجود، احنا وجوائزنا لعيونكم موجودين. باي باي جمهورنا الحبيب، انتظرونا باكر نحضر لكم الجوائز، ننتظر اتصالاتكم. ولا تنسون اللي قرينا اسمائهم يجون يوم الخميس وين؟ للمسبح مقابل مجاور مطعم عيون بغداد، تستلمون جوائزكم باكر. وايضا باكر ننتظركم، وقناه الرشيد محضرت لكم جوائزكم، ومع السلامه.